يحمي من الإصابة بأمراض القلب والشرايين، إذ أن فيتامين كاف 2 يساعد على حفظ الكالسيوم في الأنسجة والشرايين، وعند تناوله مع فيتامين د يمنع تصلب الشرايين. يقي من الإصابة بمرض هشاشة العظام، حيث يزيد الكالسيوم ومعادن أخرى في بنية العظام. فيتامين كاف 2 يحد من نمو وانتشار الخلايا السرطانية، خصوصا سرطان الرئة. ينظم الهرمونات في الجسم.